يعني دكتور بسام انت يعني عارف اللي بيحصل وعارف قد ايه تعرضنا لمحاولات سرقه وتهريب، واكيد شايف كمان الشغل اللي بتحاول الدوله المصريه جاهده انها ما تسيبش اي قطعه غير ان احنا نسردها. تقييم حضرتك للملف ده، واحنا فين وبنعمل ايه، والناس دي خدت امتى الكلام ده وبيعملوا بيه ايه؟ يعني ادينا فكره كده عامه في الاول. اولا تحياتي لكم ولجميع مشاهديكم ولدكتورنا الجميل، انا مسميه اسد الاثار يعني، اللي هو اصبح الان البعبع لكل المافيات العالميه ولكل المزادات اللي بتبيع بطرق غير شرعيه. انا عايز اقول ان اولا نمره واحد، التركه تقيله. التركه تقيله لان احنا الاثار بتسرق من، هتستغربي حضرتك من امتى؟ من ايام مصر القديم ذات نفسه. يعني احنا لدينا برديه شهيره جدا، انا اطلقت عليها برديه اول سين وجيم، حيث تم القبض على عصابة في مصر القديمة من أكثر من 3000 عام بالأسماء. يعني بردية مير A ومير B، والبرديات دي شهيرة جدا ومحطوطة في متاحف وتم دراستها. وبعدين وانت حضرتك بتقري العصابة اللي المصري القديم قبض عليها وهم بيسرقوا جوه المقابر، اكتشفنا ان في 2 اسمائهم اجانب. فطلعت انا قلت بالظبط، فطلعت انا قلت المافيا العالميه لسرقه الاثار من 3000 عام سنوات. وبعدين دخلنا على فتره محمد علي، وهي فتره تناقض. ليه؟ لان محمد علي هو صاحب المرسوم الشهير بتاع 15 اغسطس اللي هو بتاع 1835، اللي قال من 3 بنود، اللي قال في البند الثالث عدم خروج قطع الاثار الماضيه، كانوا بيسموها كده قطع الاثار الماضيه او القرون الماضيه، والقرون الماضيه دي ما تطلعش غير بامر الوالي. في نفس الوقت طلع اجانب كانوا عايشين في مصر في وقته باثار وسهل طلوع الاثار، غير الاهداءات بقى، غير بقى الخديويه اللي بعد كده، والقصه الشهيره بتاعت الخديوي اللي هو لما الارشيدوك بتاع النمسا قال له حلوه دي، قال له تاخد الاوضه كلها، راح واخد الايه الاوضه كلها، والان موجوده في متحف النمسا. فالتركه بالنسبه للناس بتاعت وزاره الاثار، عشان الناس بس بقى واخده بالها، انا راجل لا اعمل في الوزاره زي ما الناس كلها عارفه، ولا اشرف يعني ان انا اعمل في وزاره الاثار، ولكن انا راصد هذا الملف في اكتر من 25 سنه. بتكتشفي حضرتك ان كل سنه هم بيعملوا الطرق في منتهى الدهاء علشان يعرفوا يلفوا حوالين القانون العالمي او القانون الدولي او كده. وفي نفس الوقت انت زمان في الستينات والسبعينات كان يمكن الزاويه مش باينه قوي بالنسبه لبعض الناس، فاضطريتي مثلا ان انت تخشي اتفاقيه زي اتفاقيه اليونسكو باريس 1970، وهي اتفاقية تحمي الآثار وإلى آخره على عيني وعلى راسي. لكن تكتشف إن في مادة اسمها المادة 4. أنا الحقيقة المادة 4 دي لو قلت لك في 30 ثانية بتقول إيه؟ هتتعجبي وتضربي كف على كف. ليه ده؟ إذا تم الاتفاق بين مسؤولي البلدين على إن في إهداء أو هدية أو أي طريقة ما بين المسؤولين إن ده يدي ده أثر، يصبح هذا الأثر قطعة لا تتجزأ من الموروث الثقافي للبلد الثاني. يعني هسهلها لكم. محمد علي بعت هدية للويس فيليب، مثال اللي موجودة في الكونكورد دي اللي انا بطالب بعودتها بقالي كذا سنة دي. وانا فاكر حتى من اول تعرفاتي مع الدكتور، فكنت ماشي في المول رحت بعت له صعب قوي تقول له كان ده والشرخ وبتاع، الراجل اجيب لك المسألة انا محمد علي جاب لك ازاي. والريبورت التقرير الفرنسي اللي كاتبه روبير سولي، وافتحوا كتاب وزارة الثقافة رحلة المسلة الكبرى، واشكر وزارة الثقافة انها ترجمت الكتاب ده لروبير سولي. روبير سولي جايب التقرير بتاع الراجل اللي ماسك الحي بتاع المسلة، اللي بيقول ان المسلة مضرورة واصبحت مشروخة وبقت على صفها كده، اصبحت تقف على ارجلين، يعني سمى المسلة كده شبهها بانها واقفة على رجلين مش على رجل واحدة. فتبصي تلاقي طيب هنعرف كل التركة دي هتعرف تستردها ازاي، وفي نفس الوقت انت عامل في اتفاقية عالمية شغال فيها 190 دولة اللي هي اليونسكو دي في المادة 4. فهل مصر تستطيع انها تقود تشريع دولي، حملة عالمية نشرع فيها تشريع دولي، كلنا بقى بنتكلم على سفاراتنا، امم متحدة، سفرنا في الامم المتحدة، ما تبقاش بقى وزارة الاثار بس هنا، بحيث ان احنا نجمع الدول المضرورة، وطبعا القايمة كلها عند الدكتور، الدول المضرورة تكتشف ان في دول قوية جدا مضرورة في حكاية سرقة الاثار.